اليوم انطلقنا من هذا المكان اللي حرقناه أمس، الحرق الزاقة قرية الشبك، هذا المكان انطلقنا نحو قرية الزاوية أحد المعاقل لداعش، واستطاع أبطال الفرقة 15 لواء 71 والحشد العشائري تحريرها بوقت قياسي أقل من ساعة، رغم أنه هي أحد المعاقل مثل ما ذكرت لك، وجاسوا بيت نائب أمير دجلة أبو طالوت مثل ما كان يجوز ويطع بأقدام بيوت الشرفاء من المواطنين. أبطال الاتحادية، الشرطة الاتحادية يسندهم اللواء 75 أيضا اتجهوا نحو الشمال، حرروا قرية الرفيلة وحرروا قرية البكر، وهم على أعتاب تحرير منطقة الناصر بالكامل إن شاء الله. قتلوا الكثير من الدواعش، فجروا الكثير من عجلات المخففة. أخير ضربة يعني مثل ما ذكرت 14 داعش بضربة واحدة للتحالف الدولي وتدمير عجل. يعني احنا دائما هاي توصياتنا، يعني نظل ناكد انه يبتعدون عن اهداف داعش، يقللون الحركة اثناء العمليات العسكرية، ينتهزون اي فرصة للثورة على داعش في سبيل ان نختزل الزمن ونختصره ونقلل من طول المهمة ونجنب تدمير بنية تحتية أو أذية مواطنين. هذا عامل مهم بالنسبة لنا. خطة التحرير الموصل وضعت من زمان، وإحنا ننفذ الصفحات الأولى من عندها، وقريبا راح تنفتح محاور أخرى ضد داعش، وإن شاء الله إن شاء الله بتوفيق رب العالمين ودعوات أهم العراقيين إن شاء الله قريبا نلتقي بالحكام.